احنا خلال سنتين المضت يعني تم اعتماد حوكمة المؤسسات زي. لان ابتداء راح يقضينا على الابتزاز المالي يعني الرشوة، والرشوة بشكلها المالي والجنسي يعني الابتزاز الجنسي حتى الناس تعرف يعني ها، وحفظ كرامة المواطن واحترام المواطن في أداء حقوقه، بالإضافة ذلك التوفير من الوقت ومغادرة الإجراءات الورقية في هذه شو اسمه طيب. يعني هذا الجانب. ولذلك حتى راح أول دائرة يعني مؤسسة طبقت المراجعة مثل البنوك سوتها محافظة بغداد في حينه زين. ثاني وزارة ثاني مؤسسة سوتها وزارة التربية وزارة التعليم العالي يمكن يعني قطاع التربية والتعليم في المراجعة يلزم سرى يجي يروح كذا زي. حتى هذا المواجهة التواصل ما بين المراجع والموظف حقيقة ينقطع حفاظا على الموظف حتى لا يتم إفساده، وحفاظا على المواطن وكرامة حتى المواطن حتى ما ينخدع حتى وينطع عشوة هذا الجانب، وبعدين حتى لا يروح واسطة وما شابه كذا، علما بأنه في سنة الانطلاق كانت قيمة الرشوة التي يدفعها المواطن في كل العراق كان بوقتها حسب البنك الدولي 20 مليون دولار أبو 5000 و10000 يعني صحيح. هاي الرشوة البسيطة معلنا بالكبيرة يعني هاي المراجعة اليومية.